مع الأسف رولا غادرتنا هالأسبوع. أنا جدا متأسف إن هي طلعت، وبس على الأقل رح نروح نشوفها هسه، نسلم عليها، نروح لصيدة كمان يكون يوم نتسلى به، وبنفس الوقت نتمنى لها كل الخير. كتير مبسوطة، حاسة عن جد حالي رايحة على بيتي، وهيك قاعدة عم شوف الطريق اللي اشتقت له صار لي زمان. ماني معودة اطلع ببليك ترانسبورتيشن وباص وحركات. لما شفتها قلبي دقي ثلاث دقات، والطبلة لها بتقول حياة. يلا انفعلوا. انا هيك سقف حبلا مش فاهم الاول، يعني لانه نفسيتنا كانت كثير تعبانه بالذات الاسبوع الماضي، فحسيت اليوم عن جد يوم جديد ريفرش، التحدي بيصير هيك احلى واقوى. وهيك مناظر خلابه ورائعه، وان شاء الله الله يحمي لبنان وشعبها وتصفيق. اليوم رايحين على سيدة. ليش انت مملة يا بنتي؟ حرام عليكي. كلهم بالباص عم يهيسوا ويرقصوا ويغنوا، انا الي جوي الخاص، كنت عم بقرا رواية. كم كتاب بتقري بالسنة؟ انا شي 12 13 14 15 16. لا والله 40 كتاب يا اخي. عم بقري رواية. لازم نعمل سياحة بلدنا. بالضبط، شجع بلدك. شجع بلدك. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا صيدا ونورتوا البيت، وانا بتمنى لكم الخير للجميع والنجاح. بتمنى لكم نهار كتير حلو معنا بصيدا، وان شاء الله تنبسطوا بهالرحله، ومبسوطه فيكم وبرورة. شكرا شكرا. صيدا ام الكل، لها تراث قديم وشعبها كتير طيب وبحب الضيف وبحب العالم، واهلا وسهلا فيكم بصيدا. تعرفنا على أهلها لرولا، تعرفنا على أمها لرولا، ورجتنا منطقتنا ورحنا لعندها على البيت وأكلنا حلو. هاي إيش الحلو؟ هيدا أكلة حلو اسمها شعيبيات، وصيدا أكيد كتير مشهورة بالحلو الطيب. إحنا بنعملها من فلسطين، بس مش اسمها عنا شعبيات، نسميها كلاج. الكلاج كمان نفس الشيء. بالضبط نفسها هيك، بس مع مكسرات وأشياء زي هيك. الجو كان مرة حلو، وأكلنا أشياء حلوة عندهم أول مرة أسمعها، واسمها غريبة، صدق أحفظها عشان أقولها لكم مرة ثانية. كتير حلو هذا الجو الحميمي العائلي، حتى أنه هيك ذكروني بأيام لما نروح منزور قرايبيننا، وهيك كتير حلو. رولا راح يكون مكانها خالي جداً، راح نحس بفراغ كبير. هي دائما كانت الداينامو مال جروب، دائما تغني وتخلينا نرقص ونغني، ودائما تسوي لنا اجواء، فاكيد راح نحس بفراقها. قبل ما نعرفوا شنو هو تشالنج تاع هذا الاسبوع وندخلوا في ستريس، قررنا نروحوا نشوفوا مدينه صيدا. مدينه صيدا اللي هي كنا سامعين بانها جميله، فحبينا نروحوا نكتشفوا واش فيها، ندخلوا في الشوارع تاعها والحكايات تاعو. اول ما وصلنا على خان الفرنج تذكرت هيك المسلسلات القديمه، حسيت هيك بروح حلوه. انا كثير بحب الاثار، بحب كثير التاريخ بشكل عام. Hello. Oh. Hi.
تمام. بعدين ما بلاقي غير بتفوت علينا ديما، وانا ذاكره قبل هالمره انه ديما كانت احد الاشخاص اللي تركوا فيني اثر، يعني عن جد كانت هيك مفاجاه لا توصف. كثير انبسطت انه شفتها. حبيت اخذ التور معكم، يعني منه انا اشرح لكم الشيء اللي انا تعلمته من هالبلد، ومنه بركي نتعلم كمان شيء جديد. حنتغدى بعد التور تبعنا بطاوله صيدا، بس بعد في ان بتوين في مفاجاه كمان. فحنبلش نعمل التور بالخان. طلعنا من خان الفرنج، لفتنا لجوا على اسواق صيدا، وحبيت اعطيهم الخبره تبعي اللي هي بالسوق صيدا مثلا، عم تحكي بسوق الخشب، بالقماش، بالحرير. اكثر حاجه لفتت الانتباه تاعي هي شوارع صيدا، كيفاش جايين جايين ضيقين ويمدوا شعور شباب. حبيت اخذهم اكثر بالزواريب جوا بصيدا يلي هي كمان شوي بعيده عن المناطق السياحيه. الراحه حلاوه تركيه، هي عباره عن سكر ونشا ومي. اوكي، بدها تقريبا شي ساعه ونص على النار. هلا شايفين هون مصبوبه بقوالب، بعدين ببلش بيقطعها. بس تبرد بنصير منقطعها. عشو بدنا نعملها؟ فستق على فندق؟ اوكي. هي هي شو الحمراء طعمت شو؟ هيدا على موارد. اوكي تفضل. انا جايه من السويد، وما عندنا هاي الاشياء، ما عندنا هاي الحارات، ما عندنا هاي البسطات، كله مول مول، مليت. فلما جيت على هيك اماكن اكتشفتها، كثير حبيت الاشياء اللي بشوفها قدامي، المحلات القديمه، الاشياء الشعبيه، هيك لمسه بتحن قلبنا يعني، بقول واو. كثير بحب اشوف الاشياء هاي. بعد اسبوع طويل من الخدمه والاستخاص اللي كنا عايشينه، كطلعنا في القارب حسينا بال كما نقولوا الراحه. يعني عن جد لاول مره انه نسيت انه نحن علينا مسؤوليات وعلينا ضغط، وحسيت انه عن جد في راحه نفسيه وتسلينا. كملنا الجوله تاعنا، وديما عزمتنا على طاوله صيدا. حبيت استضيفهم بطاولة صيدا واشرح لهم على الكونسبت تبعنا بطاولة صيدا، اللي هي نحن نعمل فعليا اكل صيداوي يعني متميز بمنطقة صيدا. طلع مطعم بجنن، كتير كتير حلو، والديكور كأني في بيت، يعني دفى البيت حسيته في المكان. الحقيقة ما كنت متوقعة بلي كين طلعوا الديكور تاع المكان يكون هكا، يعني الإطلالة تاعو شابة، طاولات كلش كما نقولوا مهتمين بأدق التفاصيل. الأكل كان كتير طيب. أنا من أكلاتي المفضلة هي الصيادية، بس اليوم لأول مرة أكلت صيادية على الطريقة الصيداوية. بس تفوتي على طاولة صيدا تحسي حالك فايتة على البيت، يعني اللي هنن الستات بيستقبلوك وهنن بيطبخولك. يعني حتى أنا حسيت اليوم المشتركين اللي هي بنفسية غير، يعني أكثر صار أخذنا على بعض. طبعاً بعد الرحلة هذه رحنا أماكن كثير وشفنا أشياء كثير، كنا محتاجين الشيء هذا، ومرة انبسطنا وغيرنا جو الوقت اللي إحنا فيه. خلاص الحين إنه بنرجع للوضع اللي كنا فيه. أسبوع جديد، تحدي جديد، نفسية 100%. إحنا لسه واصلين دلوقتي الأنتورك ومتحمسين جداً نعرف التحدي اللي هناخده إيه، بس أياً يكن هو أهون من التحدي اللي فات. أهلاً أهلاً، كيفكن شباب سبايا؟ تمام. زاهد، شو؟ مبروك الصدارة. الله يبارك فيك. خبرنا شوي، شو كان الإحساس؟ كيف كانت المعنويات؟ والله إحساس رائع جداً صراحة، وأتمنى يتكرر ده الأسبوع. أنا سعيد جداً إني غلبت عبد الرحمن، نزلته في منطقة الخطر، وعقبال ماريلين. شو يا عبد الرحمن؟ From hero to zero هالجمعة.
حبيت ورجيهم اني متمكن، امسك من فوق وامسك من تحت. اه هلا امسكهم من فوق ومن تحت. ايوه يعني الاسبوع الجاي شو بالنص؟ بالنص. آه هيك نتمسك يعني، نورجيهم انه نحن متمكنين من الساحه من كل اللقطات. بالضبط. متحمس كثير وجاهز لشو ما كان التحدي. التحدي تبع هذا الاسبوع هو يا رب ما يكون عن عيد الام، يا رب ما يكون عن عيد الام. انا طبعا بحب امي كثير، بس الموضوع بالنسبه لي فتت بالحيط يعني اذا عن عيد الام. عيد الام. طيب شكرا، شكرا كثير، شرفت بمعرفتكم. انا راجع على المانيا. لا انا من قبل ما تكفي قعدت اسقف انه قلت واو شيء بدي اياه يعني. كل واحد فينا وشه قلب من 100 لون لان احنا كنا كلنا مش عايزين التحدي عن عيد الام. صراحة أنا فجعت لأنه ما في شيء باختصاصي ممكن أتكلم عنه يعني عن عيد الأم. ما يعني ما بدي لأنه حسيت إنه أنا ما حكون عم بتحدى نفسي، حيكون شيء أوريدي شايفينه من قبل. أنا انخلعت، ما عندي حتى فكرة نقدر نديرها على عيد الأم. الله خلص ما راح أعرف أسوي شيء، راح أسوي ريفيو، أجيب أمي تسوي ريفيو، شو راح أسوي؟ عيد الأم كان راح يكون موضوع كتير حلو، ولكن للأسف مش هيدا هو التحدي. اوف فأنا ارتاحت قلت اوف يلا مزين، اي شيء ثاني سهله. الحمد لله مش هيدا هو الموضوع. كأنه حد ربني كف صراحه، قلت شكله هيجي موضوع دسم. من جايكوا اعظم موضوع هذا الاسبوع. قعدت على اعصابي اكثر. قول التحدي ابوس ايديكي. اعاده التدوير او ريسايكلينج. أنا الابتسامة اللي راح اللي جتي راحت رأساً هيجي، فقلت الله خلص لو راجعين على عيد الأم أحسن. ريسايكلينج شيء جداً في اختصاصي وسهل جداً إني أعمل فيديو عليه. بحسه حيكون سهل لإلي، بس طريقة تقديمه لازم تكون مهضومة ما بتزهق. أشوفك على خير وسلامة. ريسايكلينج صدمة. قلت خلص رح ودع أصحابي، رح أفلم البرنامج، شو بدي أعمل موضوع كفلوجر؟ حيوحشوني أكيد المرة هذي. هم الاثنين أنيل من بعض، بس الصدمة كانت أعدل. مستحيل يكون هيدا هو الموضوع، يعني ما أبداً ما صدقت. رح أبكي، رح أبكي من كثر الضحك، ما عم صدق. أنا مظلومة كثير، شو يعني بدي أكتب شعر عن إعادة التدوير؟ أكيد مزح مزح مزح. إعادة التدوير هي مش انه انا بدي كب شيء بالنفايات، لا بشيله وبستعمله، في يكون حيلا شيء عم بستعمله بغير طريقه تما كبه. قطرميز النوتيلا بيصير قطرميز مخلل. مخلل ايوه. نحن العرب ابو الريسايكلينج. شو بنا ليش علبه الكوكيز اللي بيقلبوها علبه خياطه؟ ايوه. موضوع كثير حلو، موضوع انا حاسس انه جدا مهم نحكي عنه. كدور انا فلوجر، انا كيف اعمل فلوج عن طريق تدوير الزباله يعني؟ سارة جوابي لإلك هو إنه هلأ بنعمل ريسيرش، نفهم مظبوط شو يعني إعادة تدوير، نفهم شو معقول نعمل بالموضوع، كيف معقول نعالجه على طريقتنا، بعدين منفكر أنا كيف بدي أعمل الفلوج تبعي. أنا أتريع على إعادة التدوير إزاي؟ هذا الأسبوع ما في نعتل هم مشاعر حدا ونخاف على شيء ونخاف كيف بدنا نعمل الموضوع ولا كيف بدنا نعالج الموضوع. هذا الموضوع فيك تعالجه مثل ما بدك محمود. انا مش خايف من التحدي الاسبوع ده خلاص، انا نحست من كثر التحديات ما بقتش يتاثر فيه. هذا الاسبوع بدنا نشد حالنا، بدنا نشوف فيديوز جديد، بدنا نشوف طريقه جديده لمعالجه الموضوع، والموضوع فيكم تعالجوه بطريقه كثير حلوه وبطريقه كثير كرييتيف. ما بدي حدا يستسلم هذا الاسبوع. واضح؟ واضح واضح. كثير مهم بالنسبة لإلهم وبالنسبة لإلنا نحن إنه يفهموا شو هو التحدي ويعملوه بالطريقة المضبوط، من الريسيرش ليطلعوا بالفكرة ليطوروا الفكرة ليصوروا الفكرة وليمنجوها، لأنه بالنهاية مش حيال لحدا بيستاهل أو هو قدير إنه يكون إنفلونسر بهالوقت. التحديات أسبوع عن أسبوع عم تصعب، بس بنفس الوقت المنافسة عم تصعب، لأنه معظمنا هلأ أو كلنا نحن العشرة اللي ضايلين كلنا أوايا بالمجالات اللي نحن بنعملها. لازم نشتغل كتير منيح هيدا الجمعة لأنه هيدا موضوع كتير مهم ولازم العالم توعي له، وأكيد هيدا شيء من خلالنا. أنا اللي عجبني في الموضوع إنه هو حتى لو صعب علينا، بس لو طلعنا محتوى قوي هنقدر نوصل رسالة للعالم، لأن فعلا الناس محتاجة تسمع عن الحاجات دي. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. يلا Let's roll. هلأ صار الوقت لأعمل ريسيرش وأطلع فكرتي لأفاجئ الجمهور إن شاء الله الأسبوع الجاي.
جايز زافيي وليا. اوكي نحن الجانك مونكيز، انا وليا مجوزين وبلشنا جانك مونكيز. بدي نفرجيكم شيء، هذا الخاتم تبع الخطبه، هذا تبع الغاز. اوكي عم نعمل شيء نحن اب سايكلينج. حدا عنده فكره شو الفرق بين اب سايكلينج اند ريسايكلينج؟ اوكي upcycling هو انه مثلا تستخدم شيء اوريدي عندك اياه بطريقه ثانيه او okay. بشكل ثاني. recycling انه ذوبه طالع شيء جديد كليا from zero. اوكي بس مبدئيا اللي بنعمله انا وليا we're more into الفن. نحن بنعمل little art pieces، بنعطي workshops للاولاد، فهول للاولاد بنعطيهم مثلا ها انينت كمان انينت بلاستيك مع شويه خيط عملوها نايت لامب. هذا كاميليون كمان في ضوء بقلبه، they make a night lamp out of it. انا مفكر انه اسوي هيك ستوب موشن سريع عن طريق فد روبوت شيء، فاجتني افكار حلوه انه ممكن اني اسوي بيدي مخلوق هيك صغير واستخدمه كشخصيه اوعي بيها الناس عن اعاده التدوير بشكل ممتع وحلو. القوه بهالشيء انه عم بكلفنا الصفر. بالنسبه لموضوع الاب سايكلينج يعني الجميل فيه انه الواحد يقدر يكسب منها، يعني بتاخذ زباله وبتصنع منها فلوس. بالنسبه لي هذا شيء مهم يعني. اذا حدا منكم انتو بيجوتري كوليفيشيت جولري كثير فيكم تستعملوا عزقات كمان ديسكاردد تريتد، اكيد ننظفها بنغسلها منيح اند يو ميك فيري نايس ليتل جولري بيسز. صف الاب سايكلينج كان ممتع بالنسبه لي لان شفت هيك زي مخلوقات ممكن واحد يستخدمها كبروبس بالافلام او ممكن يحطها زي لقصص الاطفال، مسرح دمى للاطفال. الزباله هي بالنهايه شيء ما له عازه او محطوط بالمحل الغلط، يعني هيدي اذا كانت على الارض ما لها عازه، اول ما اعطيتها عازه صارت طاوله، راحت كلمه زباله من المعادله. بالنسبه للنادي والتمرين والى اخره، في كثير عالم عايشه ببلاد ما عندها اي اجهزه، ما عندها اي شيء، وهم عندهم هي الفكره الاب سايكلينج بس ما عندهم هيدا الكلمة اب سايكلينج، فهم بيعملوا هذا الشيء من زمان بس ما بيعرفوا انه اصلا هي موضة صار وارت والى اخره. حتى الاكل مثلا هون شافوا انه في كومباني ان برازيل عم بتكب كثير موز، فهون اخذوا الموز which is completely free وعملوا منه سويتس اند سناكس. هلا انت اشوف الصور وهي كثير بروفيشنال، يعني صعب انه شخص عادي يقدر يسويها. يعني شنو نصيحتك انه كيف واحد يبدي يعمل هاي اوكي بدك تفشل، بدك تفشل كثير كثير وتعصب وتكب القطعه وتروح وتعفن ترجع تشيلها تطلع فيها تقول بيرجع. بس عن جد هي مع كل شيء فني بدك تفشل كثير، بدك تجربها اول وثاني وثالث مره. بما ان اليوم الانستغرام كثير مشهور، هل بتستفيدوا انتم عن طريق الاب سايكلينج تبيعون عن طريق الانستغرام اكونتس؟ بتعملوا تاج لبعض الناس يشوفوا ويصير عن طريق تجارب الانستغرام؟ هلا انستغرام ليا فتحت لنا انستغرام وفيسبوك اكيد للاكسبوجر، نحن بلشنا من شيء 6 سنين. اوكي هلا من سنتين ات ريلي بيكد اب. اهميتي انا كانفلونسر اني نزيد التوعية على الأشياء هكا تاع البيئة، وإني نكون أنا كماركتينج بلاتفورم للناس اللي كيما ليا وزافيا. علاش عجبني شخصياً؟ لأنه أنا أصلاً نعمل الأشياء هذه اللي تساعدني باش نسافر. I make money by doing such stuff. إيه في فيها يعني فيها مدخول على جنب عن جد. It can be interesting بمطالع. بالنسبة إلي الـ environmental awareness لازم تيجي رقم واحد، والفاينانشلز بيجوا دائما بعدها. اذا بدي اختمها كلها سوا يعني اب سايكلينج القوه فيه انه الكوست تبعولي عم يكون صفر، اوكي ما عم بدفع شيء من جيبتي، ومبدئيا هدفي شو ما كان يكون اتس اتشيفبل. جايز ثانك يو انه تحملتونا هالساعه. ثانك يو سو ماتش. اوكي machine.